السلام عليكم اخوش، مرحبا بكم في الخبر ديال اللاعب زياش وايضا ديال اللاعب او الحارس ديال اياكس اونانا. بحيث ان كما عارفين الخوش اونانا تلقى العديد من الدعم من اللاعبين وزملاء ديالو في كرة القدم، بحيث ان الحارس سمع المنع ديالو من المشاركة كرة القدم من قبل الاتحاد الاوروبي لمدة عام، يعني عام ما غاديش يلعب كرة، بحيث انهم لقاو عنده منشطات من داروا الاختبار، بحيث انه تناول قرص من عقار لازيماك، عقار اللي كيحتوي على واحد المادة سميتها فوروسيميد المحظورة، يعني ما خاصش لاعب او لاعبين كرة القدم او الرياضيين بصفة عامة يتناولوها. هادشي اللي ادى به لهاد العقوبة لمدة عام ما غاديش يلعب. وكما عارفين الخوش بان زياش وأونانا اصدقاء، بحيث انهم لعبوا في اياكس مواسم عديدة، كانوا فريق عالمي وفريق ساحر، بحيث انهم قصوا الريال وقدموا مباراة عالمية ضد توتنهام اللي معروفة الخوش في التاريخ، غتبقى في التاريخ ديال اياكس. المهم أونانا اللي نشر بيان على الصفحة ديالو في الانستغرام، بحيث انه وضح انه كان خطأ في تناول العقار، بحيث انه تم الوصف ديالو على انه اسبرين لكن ما كانش عارف، وبالتالي صيد وقال بلي هو معارض تماما للمنشطات. بحيث ان اللاعب هذا تلقى العديد من الردود الداعمه لهذا اللاعب، بحيث حكيم زياش، فاندر بيك، زكري البيض والعديد من اللاعبين بحال ديونك، هينتيلار، بحيث ان زياش كتب هيدا برادر كما كتشوف هذه الصوره دي لي كومونط عليها زياش على حساب ديال اونانا في الانستغرام. وكما كنعرفوا الخوش اونانا حارس عالمي، بحيث قدم مستويات كبيره في الشامبيونز ليغ مع اياكس امستردام، وللاسف الان غادي يتوقف لمده ديال عام، ونتمنى يبقى في المستوى ديالو ويبقى يتريني باش ما يضيعش وماشي يترخى ويولي ناقص. هادشي اللي كان الخوت، تمنوا الدعم الحارس اونانا. هادشي اللي كان في الخبر، كما العاده كان معكم الاخ ديالكم مروان في نقل الاخبار. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالكم والاعجابات. شكرا على المتابعه ديالكم وتهلاو في راسكم.